عثمان. السلام عليكم، الاسم ديالي عثمان، من ولاد ديال السطات، مقيم ديال الإيطالية. خرطنا في هذه الوداد ديال بدر السكنية بمدينة السطات في 2014، قدمنا لهم تقريبا 31 مليون، أنا أعطيهم 31 مليون و600 المونطون توتال. في 2014 قالوا لنا أنهم غنسلموا البقعة ديالنا، ولحد الآن حنا في 2023 ما حتى حاجة ما كاينة، والارض باقا في سميت مولاها. انا ما عرفتش علاش هذا السيد هو ما كيحضرش الجلسات، حيت انت هو معنا في المشكل. قمت بواحد الشكايه، هذا واحد نعم. واحد الشكايه تقدمنا بها في 2016، كنطالبوا السلطات المغربيه انها دير الواجب ديالها، حيت هاد الناس نصاب داونا رزقنا، وتا واحد ما كيعلى على القانون، حتى واحد ما كيعلى على القانون. خاص هاد الناس وهاد الناس ما حدهم ما خدوش العقاب ديالهم، راه يبقاو ديما متمادين، وتا واحد ما فوق القانون. حنا كنتمنوا من الله ومن جلالة الملك محمد السادس انه يوقف معنا، حيت حنا راه دقينا كاع البيبان، حتى واحد ما بغى يتصنت لينا. حاولت ندوي مع القاضي، نشرح ليه المحامي جرى عليا تمن الجلسه. علاش؟ شنو السبب؟ ما حيت طالبت بحقي، وهنايا حنا في بلادنا راه مظلومين صراحه. كطالب بحقك حتى واحد ما كيتصنت لك، ما كاينش حتى اذان صاغيه. كنتمنى من الله وكنتمنى من جلاله الملك انه يوقف معنا. انايا كثرت النقاط غادي نهضر عليهم. حنا من جميع المؤسسات المتدخلين باش يوجدوا حل. تأجلات الجلسة، نعم، لأن شي محامين ما حضروش، وكان واحد مواطن من الجالية بغى يهضر الحق وقمعوا واحد من المحامون، وحنا بقى فينا الحال لأن حنا أصحاب حق وعندنا الحق نهضروا على الحق ديالنا، لأن ما مديرينش محامين. ولكن ثلاثة نقاط بغى نهضر عليهم. النقطة الأولى، كنطلب من المكتب اللي بقى انه يدير واحد جمع عام استثنائي، لان الجمع العام ديما هو سيد قراري. باش لماذا هذا الجمع العام؟ باش نحيدوا ذاك القانون الاساسي المجحف اللي ذابح المنخرطين، باش اعاده النظر ونلقاو حل لهذا. والنقطه الثانيه هي ان المكتب يفصل قدر واحد على جوهرة الدساتين. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.